بعد جني موسم التمور بولاية بسكرة والحصول على أفضل أنواع التمور من حيث النوعية والجودة، انطلقت الطبعة الثانية لهذا التمور ب8 سنين بلدية تمشونش ولاية بسكرة بالتنسيق مع غرفة الصناعة التقليدية بسكرة بغية عرض أجود أنواع التمور. تعد بلدية تمشونش من أكثر المناطق المشهورة بالتمور بولاية بسكرة، نجأت هذه التظاهرة للتعريب واحة النخيل والترويج للسياحة بالمنطقة.